جدا، بس خطورتهم لما بيتقدموا كتير قوي لقدام مين يقفل وراه؟ عشان كده تلاقي الزمالك بيلعب بثلاثه، يعني وائل الاباني ومدحت، اي واحد بيتقدم واحد من المساكين بيروح مكانه. يعني دي بقت نقطه ضعف في تقدم، اللي هي بقت حاجه جديده في الكوره الحديثه دلوقتي، تقدم ظهري الجنب للمسدس الهجوم. ادي كابتن حلمي طولان بيفكر يا ترى اللعيبه هتنفذ التعليمات اللي هو قالها لها في غرف كلمه. اتمنى ان نشوف ماتش حلو. وادي عبد المنصف اعتقد، ولا كميني؟ اعتقد كميني هذا لاعب حارس مرمى، حارس الحدود بالظبط. النهارده يعني اتمنى ان احنا نشوف مباراه قويه، مباراه جميله. انا اعتقد النهارده تبقى مباراه كويسه، اللي فيها مجموعه كبيره من اللاعبين الكويسين كتير بقى في منتخب مصر. المباراه زي ما بقول لك فرقه كبيره، التبني معاها فرقه برضو قريبه منها، عايزين يثبتوا وجودهم واسمائهم تلمع النهارده. ده عبد الحميد بسيوني اهو، هيبقى احمد عيد عبد الملك، هيبقى هما الاثنين اعتقد يعني مصدر خطوره على دفاع نادي الزمالك. كابتن حدا امام ومشاهدينا الكرام، نطير سريعا الى استاد الماكس، استاد حرس الحدود بالاسكندريه لمتابعه احداث الشوط الاول للقاء حرس الحدود والزمالك. كل تمنياتنا بالتوفيق لكلا الفريقين باداء مباراه طيبه. طاقم التحكيم اليوم بقياده حكم الدوري محمد سعيد الى هناك. عند حازم امام بره الملعب اهو، هقول لكم بعد قليل الاحتياطي لكل فريق، لان الاحتياطي لكل فريق يعني يقدر المدرب انه يغير اتجاهات كثيره سواء في الحدود او في الزمالك. تتلعب الكوره وتروح لاحمد سمير، تطلع الكوره بره الملعب اهو. احمد عاصم يلعب رمية التماس وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الحدود. تتلعب وما راحش على العشر، ده طارق السيد. تتعاد مرة تانية طبعا، تامر الدري هو اللي ماسك فراودة الحدود في الشوط الاول، واسامة فتحي هو اللي ماسك فراودة الزمالك في الشوط الاول. وضربة حرة مباشرة هيلعبها احمد سمير الباك اليمين للحدود، يلفها على الارض يصطادها بسيوني ويلعبها، واول تصويبه في اللقاء من محمد مكي الاوف باك بتاع الحدود. يمسكها على طول عبد الواحد السيد، تنزل مره اخرى لعيد يلعبها، عيد يصطادها عبد الغني ويلعبها حلوه قوي لعادل فتحي. عادل فتحي يلعبها عرضيه على طول كميني. المباراه كده بادئه بدايه حلوه ومفتوحه. لما انتم شايفين علاء عبد الغني لاعب مورين ثبت اقدامه، او بدا يثبت اقدامه كلاعب ارتكاز في نص الملعب. رامي التماس حازم امام، حازم امام عكسيه هناك عند عبد الحليم، انما يحط رجله احمد عاصم وبذكاء كبير جدا كميني. يعني اللعيب ذكي، واحد تاني كان يمسكها ويبقى مشكله في بدايه المباراه وضربه حره غير مباشره، انما كميني من اللعيبه طبعا اللي فاهمه كويس جدا ولعبها كويس قوي، رغم ان دبسه احمد عاصم في اللعبه اللي فاتت. تتنقل الكوره وتتلعب اماميه، يرجعها عبد الغني وعلى طول ماشي اينو اينو مدحت مدحت يلعبها بينية وهاجم احمد عاصم حاج. هنشوف عموما لما نشوفها بتشير بطيئة اهو اتلعبت اهو اعتراض، يعني ممكن اي حاجة ما ياخدش باله، انما واضح ان هو وقف في سكته اهو. شوف حضراتكم يعني كان في برضه كورة في لافيو مع انبي عمرو وقف في سكته برضه. يعني المباراة بادية سخنة والحكم ياخد الريح محمد السيد، وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. وحازم امام وايدسون باين عليه شاوين، ايدسون برضه يوم مباراته مع الاسباني عمل كورة كويسة. عموما ضربة حرة مباشرة واللي مش رافع ايده محمد سيد. وحازم امام والدقيقة الثالثة من البداية، وضربة حرة مباشرة وحازم امام والحائط يرجعها محمد السيد. هي عند الكوتش يبقى على طول 10 متر بعد جوه منطقة الجزاء،
جامب كده ومحمد السيد يصحصح في اول اربع دقايق وبرضه فيها لنادي ازمه حازم امام حلو الحل المره وجميل مره ثانيه جميل في البوكس تنزل الكوره لعلاء علاء لطارق السيد وما استقبلهاش كويس الغالي وتماس لنادي حرس حلقه حرس الحدود نادي يعني يشكر القوات المسلحه واساد المشير في ان هم انشاوا منشا زي كده هو افاده في البطوله الامم الافريقيه واصبح احد الملاعب هو كلها حربيه وكوبري الاوبا يعني ثلاث منشات زائد المنشا اللي بيتعمل في برج العرب يعني طفره انشائيه كويسه عاملاها القوات المسلحه احمد سمير يلعبها على طول لاحمد عيد وعيد يشوط يمسك على طول عبد الواحد السيد اذا في الخمس دقايق اللي عدت لقاء مفتوح قلنا عبد الواحد قلنا كاميني ويبقى المباراه بتتلعب على الثلاث نقاط من الفرقتين عبد الحليم مرسي على طول اماميه ومش اوفسايد انما جامده جدا على محمد مكي تبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك لسه ملامح الناحيه الفنيه ما بانتش هو حماس هجومي لكلا الفرقتين لسه الرقابه هنشوفها مع بعض فاروق جعفر عامل ايه انا شايف احمد عاصم هو اللي ماسك عبد الحليم وصابر الشربيني هو اللي ماسك ايدسون هنشوف الناحيه الثانيه ايه بالظبط مدحت اللي ماسك عبد السلام نجاح واحمد بكري اللي ماسك عبد الحميد بسوني وهذه كره طويله على طول مدحت يلعبها بدماغه تنزل وتتقطع وتوصل لمحمد حليم الحدود بيعتمد على الكرات الطويله اباني يقطع بصدره يلعبها لاحمد سمير وياخدها مره ثانيه محمد مكي يلعبها لسمير وسمير بالعار انما مدحت الصراحه مدحت في فورمه كويسه جدا 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 الكره اللي فاتت دي لو اتعادت هيبقى فيها حكايه ثاني مره طارق السيد تعدي منه انما لحقها وتطلع منه بره الملعب هو كان المفروض يلعبها له قدام انما لعبها له في مستواه انما تطلع كوره بره الملعب اوت مدحت يعني انقذ كره عرضيه في منتهى الخطوره قبل ما تيجي لبسوني رامي التماس للحدود هيلعبها احمد عاصم اماميه يحط رجله كده مكي تطلع بره الملعب اوت رامي تماس لنادي الحدود الاباني يلعبها لعلاء عبد الغني علاء عبد الغني لعادل فتحي وحضراتكم خدوا بالكم من خط وسط الحدود بيضغط على طول على خط وسط نادي الزمالك ولكن تتلعب الكوره وحازم ياخد فاول خد كوره من ايدسون وفاول وضربه حره مباشره على عبد محمد حليم طارق السيد اتنقل لها والاباني طالع قدام وفتحي طالع قدام انما بيقفوا جنب بعض ايه الفايده ايدسون وبكري والاباني الفئات قريبين من بعض يعني كره واحده واحد بس اللي ياخدها هشوف حضراتكم اهو بتتلعب الكوره حتى قصيره تطلع من مرسي عبد اللطيف وبره ضربه
الشوني يلم ويعدي ودخلوا على بعض وسمير وخبطت وتفقد قوتها، انما في رايه وصفاره وضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك، انما بدات ملامح الحدود بقاله دلوقتي دقيقتين وصل الى خط 18 اهو لعرض شافين لنادي الزمالك، وبدا نص ملعب حرس حدود هو اللي يمسك الموقف من علاء ومن اينو ومن حازم، وهتبقى هنشوف ايه بالظبط اللي هيحصل، وتتلعب الكوره واحمد سمير يلمها على طول يلعبها المكي تعدي لبكري، بكري تروح لحليم ياخدها بكري من احمد عيد وتحذير شفهي كده وضربه حره مباشره للحدود، تتلعب على طول لاحمد عيد، احمد عيد احمد عيد احمد عيد وبكري، احمد عيد يقطعها منه بكري وتروح لعادل علاء عبد الغني إيديسون وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك، فاولات كتير وعشر دقائق من بدايه الشوط الاول والتعادل بدون اهداف بين الحدود والزمالك، بتلعب الكوره اينو يلعبها هاتو كور حلو مع عبد الحليم اينو انما تتقطع منه وياخدها ميكي، تتقطع من ميكي وتروح لحازم وحازم علي عبد الحليم انما مغطي الدالي الدالي مغطي وتطلع كوره بره الملعب، مساحات كبيره في نص الملعب لكلا الفريقين، اللاعب اللي عنده مهاره ممكن يستغلها تماما، هنشوف مين اللي هيستغل المساحه اللي في نص الملعب من كلا الفريقين، الاباني يلمها الاباني تتخطف من حازم انما في قطع فرصه لعادل، عادل 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 بيتاخر كتير لما كان في علمي كان كل ميزه عادل فتحي ان هو واخد الجبهه دي ورفع البراد في منتهى الخطوره، لسه ما ظبطش نفسه انما جاب منها ضربه ركنيه، ضربه ركنيه اتنقل لها طارق السيد، طالع برده الاباني مع ايدسون وعبد الحليم وطارق يلعبها قصيره قصيره تطلع مره بره الملعب او ترمي التماس للزمالك، على طول لطارق السيد مره تاني عادل عادل تتقطع وياخدها فريق حرس الحدود، واماميه من عمرو الدالي بكري على طول، شوف المساحات الفاضيه اللي بقول عليها بقى، ادي مكي مساحات فاضيه كبيره في نص الملعب وعلى طول يعكس الكره في منتهى الخطوره لعيد اتلخبط فيها وعدى وضرب الجزاء ضرب الجزاء وانذار احمد بكري بيهاجم غلط دايما احمد بكري، يعني لو هو راح شاف الناحيه الهجوميه بتاعته تلاقيه بيهاجم على جسم اللعيب، وضرب الجزاء في الدقيقه 12 لنادي حرس الحدود نتيجه عرقله من بكري لاحمد عيد، طبعا كان واضح او شوف حضراتكم يعني اللياقه اللياقه اللياقه، ضربه جزاء عبد الواحد السيد بتتعاد مره ثانيه اهو عدى عبد الواحد السيد واحمد عيد، ضربه جزاء عمرو الدالي عمرو الدالي عمرو الدالي وحطها حلو قوي عمرو الدالي عمرو الدالي في الدقيقة 13 من الشوط الأول يحرز هدف التقدم لحرس الحدود نتيجة ضرب جزاء صحيحة منع عرقلة لأحمد بكري لأحمد عيد، عند فاروق جعفر مشكلة في نص الملعب ما فيش الا اثنين، علاء عبد الغني بيقوم بواجبه الدفاعي، اينو لسه ما قامش بواجبه الدفاعي، حازم طبعا واجبه الدفاعي اقل، ففي نص الملعب اتمسح من فاروق ففي مساحات كبيره، كانت نتيجتها تمريره سريعه جا منها ضربه الجزاء والهدف، هنشوف بقى فاروق هيلم خط وسطه ازاي. رمي التماس لنادي الزمالك وفاول على ايديسون وضربه حره مباشره ل صابري الشربيني، واحد لا شيء تقدم به الحدود بعد 13 دقيقة من ضرب الجزاء لأحمد
عمرو الدالي هدف التخطي. أمامية لميكي يغمزها ميكي بدماغه، إنما تقصد حضراتكم نص الملعب عامل إزاي. تنزل الكرة لحليم، حليم لعمرو الدالي، عمرو الدالي عن عبد السلام نجاح، اتخطف ياخدها عادل ويديها للأباني. على طول الكرات الأمامية العالية كلها من نصيب لعيب الحدود في أي موقع حتى الآن. تسقط الكرة للأباني يلعبها ياخدها نجاح، نجاح لميكي، وميكي لم مساحات امتلكوا نص الملعب زي ما حضرتك شايفين. ميكي ميكي يغير رأيه ويبص هيدي لمين ويلعبها عكسية، إنما يطلعها على طول مدحت. تنزل مرة تانية في نص الملعب تتاخد وتروح لإينو، إينو هنا الكرة السريعة تتلعب على طول لحازم، وهجمة مرتدة واثنين راس حربة بيجروا، إنما تتلاقي اتقطع الكرة ياخدها مرسي عبد اللطيف وتروح على طول لطارق، وطارق يلعبها لإيدرسون وبيجي له عشان ياخدها ما ادالوش ولف حوالين نفسه وتروح لإينو، وإينو عبد الغني، عبد الغني يلعبها للأباني اللي تقدم في نص الملعب عشان يغطي الناحية العددية، والأباني حلوة وضربة مرمى لنادي أجدو. ضربة مرمى لنادي الحدود وربع ساعة من زمن الشوط الأول، وأصبحت النتيجة تقدم حرس الحدود بهدف للأشيل الزمالك أحرزه عمرو الدالي في أهو زي ما حضرتك شايفين في الدقيقة 13 من ضربة جزاء صحيحة. أمامية من كاميني، بسيوني وبكري ياخدها بسيوني يعليها وتنزل الكورة في نص ملعب لعلاء، علاء لإينو يلمها إينو ويلعبها لعلاء عبد الغني، علاء على طول لحازم ومعاه حليم ياخدها منه حليم، انما تروح لحازم مره ثانيه وسمير يديها لحازم وتطول الكوره وتروح لكميني، وحازم كان عاوز يجيب منها ضرب جزاء بذكاء، انما محمد السيد كان ليه راي اخر. هنشوفها مره ثانيه حضراتكم، غطس من حازم امام كده ما فيهوش حاجه خالص يا حازم، وتبقى ضرب يمسكها على طول كميني. اهو قال لك يمكن تيجي، انما هي لياقه، انما هو راح ولو في شويه نفس صغير كان عدى منه تماما. لو شفناه مره ثانيه هنلاقي هو فرق السرعه هو اللي فرق في اللعبه دي. تتلعب كره اماميه يلعبها على عبد الغني اللي كسبه نادي الزمالك في هذا الموقع بعد تامر المصاب. طبعا في فرق بينه وبين تامر، انما بدا يركز تماما ومكسب كبير على عبد الغني كلاعب ارتكاز في نص الملعب. واحد يقول لي ايه اللي حصل في ال 17 دقيقه، اقول ان الحدود مسكت نص الملعب وبدأت هي اللي تبقى أكتر خطر، وبيتحركوا من غير كرة كويس، والرقابة في خط الظهر ضعفت شوية. الزمالك لما بيصعصع كورة بيجي بالخلف الأمام ببطء شديد، فبتضطر حرس الحدود بفرق اللياقة إن هو ياخد الكرات منهم زي ما حضراتكم شايفين، وأدي كرة بينية تتقطع وياخدها على طول طارق السيد. هنا بقى السرعة علاء عبد الغني لحازم إمام، وحازم إمام يلعبها بينية إنما طويلة، يطلع كميني ويقطعها بره الملعب. عادل فتحي ورامي التماس لنادي الزمالك، تتلعب لإيدرسون وإيدرسون وعادل بره الملعب. احتياطي الزمالك عبد المنصف وفرج شلبي وسامح يوسف وابو العلا ووليد صلاح الدين وجمال حمزه وجونيو. تتلعب الكوره وحليم يديها لطارق، تنزل لعلاء مرة تانية ياخدها طارق، لياقته بدنية كويس طارق وممكن يعدي ويلم كورة وعاوز مساعدة، يلم طارق وجاي له علاء ويلعبها لعلاء مرة تانية وياخدها علاء، انما احمد سمير يقطع ويديها لطارق وطارق يلعبها تخبط في مكي وحليم على طول اللي ماسك حازم امام يطلع كورة بره الملعب. البدلاء بتوع الحدود علي فرج و ابو المجد واحمد كمال وهاني سعيد وهشام حنفي ومحمد فضل وعبد الحميد. ضربات ركنيه الثالثه لنادي الزمالك، حازم امام وضربه ركنيه الثالثه تقريبا و18 دقيقه من الشوط الاول، وحلو وحلو انما كميني مستنيها ويمسكها. حارس المرمى لما يطلع في الكرات العرضية بيريح خط ظهره تماما، يشوط كمين أمامية وبيجري ميكي إنما ما يستحماه يحصلهاش وتبقى بره الملعب.
مرمى لنادي الزمالك. حليم ماشي ورا حازم كازيلو، هنلاقي 14، هنلاقي على طول حليم وراه، الدالي في دماغه، الأباني لعبد الغني، عبد الحليم علي ومعاه أحمد عاصم، وضربة حرة مباشرة على أحمد عاصم. على طول لمدحت، شوف البطء في التحضير، كتير بطء في التحضير، يضطروا الآخر يلعبوها كرة عالية داخل المنطقة. وادي الأباني اهو لما يلعبها أمامية، شوف حضراتكم هنا الهجمة مرتدة سريعة، ادي على طول يا عمرو الدالي يلعبها لمكي وبيجري له سمير، مكي يلعبها لسمير، انتشار سريع ومن الحدود، عبد مدحت يلعبها بالعرض يطاح علاء وياخدها طارق، وهجمه بقى مرتده سريعه لنادي الزمالك، 4 ضد 3 4 ضد 3 4 ضد 3 و4 ضد 3، وطمع في الكوره وكور جراله حازم، لو الصوره جابت حازم هتلاقيه بيزعق لطارق، لو الصوره جاء اهو شوف حضراتكم حازم بيزعق لطارق، يعني الصراحه اهو بص حضراتكم فعلا ليه حق حازم، لانه كان واخد مكان كويس قوي، شوف حضراتكم اهو واخد مكان ولوحده ولوحده خالص، فحازم امام اول مره اشوفه كده. فاروق جعفر من الحنكه بتاعته بيسقف لطارق، لكن هو طبعا متغاظ جدا، ده هيعمل له ايه؟ ادي حازم اهو، يعني كان في موقف وفي موقع ممتاز وما كانش مراقب، وكان 4 ضد 3 وهو اللي كان الزياده. تتلعب كوره لعبد الغني تتقطع، تنزل مره ثانيه لاينو، اينو للاباني، الاباني الكره بطيئه زي ما حضراتكم شايفين كده، الاباني عبد الحليم يغمزها كده اهوت لاينو، اينو ياخدها، انما في تغطيه من مين؟ من عبد السلام نجاح اللي راجع يساعد ورا ويلعبها على طول اماميه، شوف المساحات الفاضيه على طول تتخطف الكوره وماشي، وبكري ويلعبها على طول لمكي، ومكي لبسيوني، ومكي فاضي مره ثانيه يخربها مكي ويطبها مكي، انما برافو عبد الواحد ينقذ هدف اكيد، انما لسه الكوره في اللعب تتلعب على طول، وفي العارضه وحلوه من بسيوني، انما بسيوني عمل كوره حلوه قوي قوي بتوع الخطيب زمان، يعني حظ وحش جدا جدا، انما نقدر نقول ان عبد الواحد السيد انقذ فرصه هدف، شوف حضراتكم زي الصقر يطلع بيفكرني بيهرضم اكرامي، وفي حاله كويسه جدا عبد الواحد السيد، هنا بقى بسيوني لعبها بعقل وجميله ولسوء حظه تخبط في العرض. اذا في يعني كده سوء، شايف انا عبد المنصف طبعا بيسخن، انما عبد الواحد هيقوم وضع طبيعي، ايه اللي حصل في ال 22 دقيقه اللي فاتت؟ اهو المساحات فاضيه في خط الدار زي ما حضراتكم شايفين، انتشار من خلف الامام من لاعبي الحدود، بطء شديد في التمرير من نادي الزمالك لما بيستحوذ على الكوره، وهذا هو العلامات المميزه، عدم رقابه من لاعبي خط وسط نادي الزمالك لاعبي خط وسط نادي الحدود، العكس صحيح بالنسبه لاعبي الحدود، في كتره للاعبي الحدود على اينو وعلى علاء عبد الغني، حازم امام بيطلع قدام، عمرو الدالي بيخش مع احمد عيد وعبد الحليم ومحمد مكي، تحركاتهم بياخدوا تمريرات سريعه، ده اللي حاصل في ال 20 دقيقه او ال 22 دقيقه او 23 دقيقه اللي اتلعبت، ولا زال الزمالك متقدم بهدف لشيء للزمالك. والله انا شايف او لمحت كده في الصوره العميد الجويني، بنقول له الحمد لله على السلامه، وحاجه طيبه جدا ان هنشوفه مره اخرى بعد شفائه في استاد الحدود، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. مراقب المباراه عامر حسين، حلمي طولان وجهازه وحازم الشاذلي وطارق العشري وطارق عبد العليم ومشهور قام، وادي تفكير عميق فاروق جعفر والمندوب مع هاني مع تامر مع جمال عبد الحميد، رباعي متفاهم وادي رباعي متفاهم، والمباراه حلوه على فكره، المباراه فيها اثاره لدرجه ان جماهير الزمالك قاعده هنا اهوت، يعني مبسوطه من الاداء رغم ان الحدود متقدم بهدف، انما يعني عبد الواحد خلاص نزل له جورج،
ضربة المرمى وتنزل لإيدوسن، مجهوده قليل إنما تحركاته كويسة، لسه ما انسجمش مع حازم ولا مع عبد الحليم. تنزل الكرة بطارق السيد وهو بيديها لحازم، عاوز يستقبلها على صدره وتتقطع، وتصويبة من إينو وضربة مرمى لنادي الحدود. 25 دقيقة من زمن الشوط الأول ولا زال الحدود متقدم بهدف أحرزه عمرو الدالي في الدقيقة 13 من ضربة جزاء. أنقذ عبد الواحد هدف أكيد، وأنقذت أيضا العارضة كرة بتاعة بسيوني. كاميلي أمامية، طارق السيد يلعبها لنفسه كويس أوي وعلى طول أمامية، تنزل لإيدسون يغمزها حلو أوي لعبد الحليم، عنده لما حفة النية حلو أوي، ياخدها عبد الحليم وعاوز معاونة عبد الحليم، عبد الحليم وأحمد عاصم يلعبها ورا تتقطع، إنما ياخدها إينو لطارق للأباني، الأباني جنبه علاء عبد الغني، وحلوة حلوة حلوة. شوف الكرة السريعة، أول مرة كرة سريعة تتلعب هو ما عرفش فين، جميلة وضربة مرمى لنادي الحوت. كاميني حلمي طولان بيسقط عبد السلام نجاح كمان في نص الملعب، يعني بيلعب بباسيوني راس حربة واحد وبيسقط عبد السلام جنب عيد وراه الاثنين قاعدة عيد وعبد السلام نجاح، عشان كده هو قدرة في الملعب في نص الملعب، يعني باسيوني قدام لما الكرة بتكونش معاهم بيرد عبد السلام نجاح وجنب عيد جنب حليم جنب مكي، عشان كده ماسكين نص ملعب وبيرتدوا بيعملوا ارتداد هجومي سريع. مرسي عبد اللطيف أمامية تخبط في رجل طارق وتبقى رمي التماس، وادي النتيجة قدام حضراتكم اهو، حارس حدود متقدم بهدف على الزمالك، بنلعب في الدقيقة 26 من الشوط الأول. أمامية لعيد، أمامية لعيد ياخدها منه بكري، إنما يلمها مرة تانية بكري ولمسة ضربة حرة غير مباشرة، تتلعب على طول عبد الحليم، وعبد الحليم يلعبها لعادل فتحي، عادل فتحي عادل فتحي بيستنى كل مرة لما يهاجمه عمرو الدالي، هو كل مرة يستنى الدالي لما يجيله وبعدين يلعبها مزنوق وتطلع بره الملعب ضربة مرمى. لو احنا شفنا الكرة اللي فاتت دي هنلاقي عبد الحليم عطاله وهو قدامه مساحة فاضية بيمشي بيها ويستنى الباك لما يجيله، كل مرة طب ما هو بعاد ما عرفش يعدي يقوم يشوط تخبط في الباك، او شوف مساحة فاضية جدا قدامه بيستناه، استنى الراجل اهو خلاص راح، كل مرة يستناه راح. ضربة مرمى للحدود، كاميني طارق السيد الأباني، شوف نص ملعب على طول تسقط لواحد أحمر، تتلعب على طول لأحمد سمير، وأحمد سمير تحرك كويس من مكي، عامل مكي كقاعدة انطلاق، حلمي طولان خدوا بالكم رقم خمسة عامل له قاعدة انطلاق ورا طارق السيد، يعني كل مرة موقف طارق السيد أو مش مخلي طارق السيد يلعب هجومي مستريح، أو الراجل معاه الكرة ده مكي عامل إزعاج جامد قوي، مكي ده نمرة خمسة حلمي طولان ما خليه زي المندفع على طول، أهو الراجل ده ورا طارق السيد على طول بيجي من الخلف ما حدش ماسكه، بالعكس هو اللي بيبقى ماسك لما الكرة بتبقى معانا من زمان. ضربة مرمى أحمد بكري يلعبها أمامية تعدي وتروح لعبد الحليم يديها لطارق، وطارق لعبد الغني، عبد الغني للأباني بيطلع في نص ملعب بيظبطه، الأباني على طول لحازم وحازم للأباني تتخطف الكورة ومن حليم تطلع كورة أمامية، شوف المساحة الفاضية والارتداد بقى هنا الانطلاق سريع، شوف حضراتكم فوتها وتروح هناك على الجنبين وتنزل الكورة وعلى طول هيغير اللعب هناك، إنما برافو برافو علاء عبد الغني مغطي مظبوط جدا، مغطي مظبوط جدا، وتروح لمدحت، مدحت لإينو لسه ما عملش حاجة إينو، لا دفاع ولا هجومي في نص الملعب، علاء هو اللي ماشي كويس أوي، وادي طارق السيد، طارق السيد عشان ما تاخد مع حازم اللي مع حازم ويلعبها وتروح لطارق وطارق وطارق وطارق، وشكل محمد السيد هيديله إنذار، إنذار لطارق، طارق السيد، طارق السيد خد إنذار، اعتبره محمد السيد إنه بيمثل ضربة الجزاء، الراجل زغط منه كورة هنشوفها مرة تانية اهو، اتزغدت ونط هو من فوق دماغه من فوق رجله، انما مفيش شك
السيد انشط لاعبي نادي الزمالك لياقه في وجهه نظري الشخصيه هو مدحت عبد الهادي الصراحه، يعني لما بيتحرك طارق هجوميا بيبان شكل الزمالك في خطوره. انا شايف عبد المنصف المطراوي بيسخنه، يبدو ان عبد الواحد في حاجه ولا ايه، هنشوف ان التسخين لعب مش تسخين اي حاجه. تتلعب كوره وميكي اللي عامل ازعاج اهو، واللي رميه حلمي طولان هنا عامل لهم ازعاج جامد جدا، وضربه مرمى لنادي الزمالك. على طول بيرجعوا الحدود عشان يواجهوا الدفاعي على طول، بيساعدهم استخلاص الكوره بطء من الخلف الامام في التمرير من الزمالك، مفيش الانتشار السريع الا كور قليله جدا. وفاول صح وضربه حره مباشره على محمد حلو. اينو عبد الحليم ومعاه عاصم، وفاول على عاصم وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. تقلش الكوره من مرسي عبد اللطيف انما تروح لكمين.
الأول ولازال الحدود متقدم بهدف أحرزه عمرو الدالي فروض. طبعا لقطة جميلة جدا من حسن يوسف مخرجنا اليوم بيفكر، وعشان تعرفوا حضراتكم مدى الإرهاق والتفكير على المدير الفنيين اللي هم أصلا بيفكروا فنيا، بيفكر تماما إيه اللي ممكن يعمله. شايف إن فريقه لغاية دلوقتي ما قامتش بالمطلوب، شاف نص الملعب ممسوك منه وشاف أكتر من لعيب مش في الفورمة وشاف انطلاقات في الحتة دي، فبيفكر التفكير اللي عاوز يسد بيه الحتة دي، سد ناحية دفاعية ويطور هجومه. ده شغل فاروق جعفر اللي هنشوفه في الشوط الثاني. تتلعب كورة وتنزل عند طارق السيد، طارق السيد لأحمد بكري، أحمد بكري، أحمد بكري، أحمد بكري، عاوز يعمل هات الخطوة مع عبد الحليم، عبد الحليم هيأ نفسه وحلوة إنما يمسكها كمين، يمسكها كمين على طول كميني لأحمد سمير، أحمد سمير يلعبها لعيب، في لعيب من الحدود طالع بره، طبعا الحكم بيقول طالما هو بره اللعب يفضل شغال طبعا، وعيد وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. لازم اللعيب يبقى فاهم القانون، في لاعب من نادي الحدود كان مع عبد الحليم وطلع بره، يبدو ان هو رجليه اتجزعت، وعبد الغني يشوط وتتحول ضربه عرضيه لنادي الزمالك. صحوه هجوميه لنادي الزمالك، الحدود بيلعب 10 لعيبه، احمد عاصم بره بيتعالج، وضربه حره مباشره وركله ضربه عرضيه لنادي الزمالك تتلعب، يطلعها على طول بسوني، تنزل لايينو، اينو يعلقها فوق يطلعها على طول محمد حليم، تنزل لمدحت، كل الحدود في نص ملعبه، عاليه فوق عند مكي وبره الملعب، مفيش التمرير القصير السريع لنادي الزمالك، كلها كرات طويله من نصيب مدافعي الحدود. 37 دقيقه من زمن الشوط الاول ولا زال الحدود متقدم بهدف احرزه عمرو الدالي في الدقيقه 13 من هذا الشوط من ضربة جزاء. تعدي من بكري رغم فارق الطول عنه عن عيد، لسه الزمالك مش فاضل لان عيد ومكي وبيرجع عبسان نجاح في نص الملعب، هم عاملين قلق عشان كده في نص الملعب. بدا الزمالك اهو يكثف نص ملعبه، وبدا بكري يطلع في نص الملعب اهو زي ما احنا شايفين، ولما طلع في نص الملعب بدا يبقى فيه حركه في نص الملعب. عيد شوف حضراتكم مكي هياخد مكانه على طول اهو، على طول كان الانطلاقات عبد السلام نجاح 3 ضد 2، شوف حضراتكم بياخد الحته، ده واجب على طول طول الماتش، والكره وبرافو مدحت، مدحت مدحت افضل لاعبي نادي الزمالك وخط ظهره ينقذ فرصه هدف، انما حضراتكم شفتوا في الكره اللي فاتت ازاي الانتشار، ده الراجل ده واخد الحته دي على طول، وحلمي طولان يعني دارس موقف الزمالك كويس وبيلعب ورا طارق السيد كويس قوي، وعبد السلام نجاح بيرد في نص الملعب وكرات، عشان كده نص الملعب هو اللي يمكن فاروق جعفر هيفكر فيه كويس قوي قوي، وانا شايف سامح فهمي بينزل اهو. ضربه ركنيه تتلعب على طول، الاباني يلعبها لعبد الحليم، عبد الحليم لطارق السيد، طارق السيد يلعبها تخبط وتبقى ضربه مرمى. اول تغيير لنادي الزمالك، شايف انا فاروق جعفر بينادي على لعيبته عشان توقف المباراه، اهو وقف اهو محمد السيد والحكم الرابع، هنشوف مين اللي هيطلع، هيطلع ايدسون، هيطلع ايدسون تغيير في محله الصراحه، يعني هيطلع ايدسون وينزل سامح يوسف. ميزه سامح يوسف ان هو هيرد في نص الملعب، راجل عنده ناحيه دفاعيه كويسه اهو، هيبقى اثنين راس حربه سامح وعبد الحليم، انما سامح عنده المقدره انه يرد في نص الملعب. انا شايف حاتم امام طلع قدام راس حربه بقوا ثلاثه فراوده، يعني دايما فاروق جعفر بيقول لحازم اطلع عشان تاخد معاك من نص الملعب، وفعلا نجح فاروق جعفر انه يخلي حليم يروح معاه، لو الكاميرا فتحت هتلاقي حليم رايح مع حازم في اي حته، فالمدرب ساعات المدرب بيقول له خده وروح، فبياخده وروح حازم. تتنقل الكره للاباني، الاباني عبد الحليم، عبد الحليم يلعبها للاباني، لما خط الضهر بيتقدم في نص الملعب يبقى في كثافه، وتصويبه وضربه ركنيه، ضربة ركنية لنادي الزمالك، أكثر ضربات ركنية لكن ما استفادش منها لغاية الآن.
مرة تانية وطاري يلعبها عالية انما في ايد كاميني. كاميني واخد واجب برضو ان يشوط شوطة امامية كل مرة بيشوط كده انما مش لحد، تروح لمدحت نجم خط دار نادي الزمالك الصراحة، مش النهاردة في اكتر من لقاء واكثرهم لياقة وحماس. تروح الكرة الالباني لما بدأ نادي الزمالك يزيد في نص ملعب، شوف حضراتكم بدأ يمتلك الزمالك مرة تانية نص ملعب لما زاد بكري او الالباني، شوف حضراتكم اهو نص ملعب بدأ يزيد. انما لما تتخطف الكرة بسيوني على طول، شوف الانطلاقات بسيوني جنبه على طول مكي، ومكي على طول جنبه احمد سمير، يديها لاحمد سمير يفوتها سمير ويديها لعيد. عيد عيد بقى اربعه في روضه اهو في لحظه، وادي التحرك بدون كره كويس انما تعدي من مكي وتروح لعبد الواحد السيد. الحدود والانطلاقات من الخلف الامام وعلى الاجناب وهو ده سلاحه في هذا اللقاء حتى الان. شوف اهو ادي الاجناب اللي شغاله اهي، وادي عيد اللي ما حدش ماسكه خالص، عيد ومدحت عيد ومدحت عيد ومدحت عيد ومدحت وعدي عيد وسلام سلام اباني ينقص فرصه هدف الصراحه. يبقى الاباني انقص هدف ومدحت انقذ هدف وعبد الواحد انقذ انفراد من مكي والعرض انقذت واحده من بسوني. وادي على طول الاباني في وضع كويس قوي طلع كوره ضربه اثنين. 41 دقيقه من زمن الشوط الاول ولا زال الحدود متقدم بهدف احرزه عمرو الدالي في الدقيقه 13 من هذا الشوط. تتلعب الكوره لعمرو الدالي ويجيب منها رامي التماس. اصبح دلوقتي الاثنين راس حربه للزمالك سامح يوسف وعبد الحليم علي. تتلعب الكوره وتنزل ومحدش حليم وحليم وهدف حليم يحط هدف الثاني في الدقيقه 42 بسم الله الرحمن الرحيم. الهجوم من الخلف الامام عبد الحليم محمد حليم في الدقيقه 42 يحط هدف الثاني للحدود لتصبح النتيجه 2 الحدود ناشئ الزمالك ويتصعب الموقف تماما. واضح ان عبد الواحد مصاب تقريبا لان هم سخنوا عبد الموسى ما نعرفش ايه الموقف بالظبط، انما رغم ان الشوطه يعني ما كانتش هي انما هنشوف. عموما شوف حضراتكم يجوا من الخلف الامام وادي تصوير حليم، انما الكوره دي ما تخشش ابدا في عبد الواحد الا اذا كان في حاجه، انما التقدم بهدفين للحدود بعد 42 دقيقه من زمن الشوط الاول. صعبت الامور وهنشوف ما بين الشوطين الكابتن فاروق جعفر هيعمل ايه وهيسد الثغرات ازاي. رامي التماس تتلعب لعادل وعادل يلم وماشي ويلعب كوره عرضيه عاليه تنزل على دماغ حازم امام يلمها حازم ويلعبها عكسيه هناك عند عادل عمرو الدالي بدماغه الاباني وبسوني ياخدها بسوني وماشي ياخدها بص الانطلاقات انما ما اداش لميكي وغير رايه ده النجاح ونجاح لبسوني. بسوني ومدحت تطلع كوره بره الملعب. عجبني قوي ميكي رقم خمسه هو اللي عامل الضعف او عامل الاشكال في خط الظهر بينطلق في العمق والانطلاقات وراعي وراء نجاح وعاملين انطلاقات. شوف حضراتكم اهو ادي عيد على طول بينطلقوا في المساحه الفاضيه عيد وبعيد على طول خدها وماشي عبد السلام نجاح عبد السلام نجاح وفوق وضربه مرمى لنادي الزمالك. بس عبد الواحد يعني عمل قفزه كويسه تدل على انه يعني سليم الحمد لله عمل جامب كويس قوي في الكره اللي فاتت. شوف حضراتكم اهو عبد السلام عبد السلام عمل جامب كويس اهو الراجل مش حاجه الحمد لله. ودي 44 من زمن الشوط الاول واصبحت النتيجه تقدم الحدود بهدفين لا شيء للزمالك احرز هدفين عمرو الدالي من ضربه جزاء ومحمد حليم من تصويبه من على حدود المنطقه. حازم امام الاباني الاباني لحازم هيلم حازم دخل بيه داخل المنطقه وحد هيلمسه بيخافوا منه ويلعبها على طول ضعيفه في ايد كاميني. طبعا ثلاث دقائق وقت بدل ضاع طبعا كله لو شفنا الكوره كله سايبه على اساس بقى ان كذا مره انه بدي محمد السيد مش هيسيبها وادي كوره ورايه وصفاره وضربه حره غير مباشره على بسوني.
كل حاجه، انما تنزل الكره لعبد الغني لاينو، اينو يلعبها لعبد الغني وضغط على عبد الغني تروح لحازم، انما تطول منه وتروح لكمين. نقدر نقول برضو فرق لياقه واضح ما بين الفرقتين لصالح الحدود طبعا. تلعب كره اماميه تنزل لبكري، بكري يلعب على طول لعيد، وعيد رقص الالباني ويشوط عيد ومروان القايم مباشره الشمال وضربه مرمى لنادي ازمه. شوف حضراتكم على طول اماميه اللياقه اللياقه. تلعب كوره لوائل الالباني، مدحت اماميه لحازم على طول هنلاقي حليم دي شبه بتبقى بره الملعب او رمي التماس لنادر. تلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع، ويبدو ان حازم امام برضه ماسك رجله من الخلف، والحدود اثنين جمال حمزه بدا يسخن اهو من اللعيبه يعني اصحاب المهارات العاليه، لكن اللياقه هي اساس اي لاعب. تلعب الكره لبسوني، بسوني وبكر ورمي التماس لنادي ازمه. الشوط الثاني او ما بين الشوطين في عبء كبير فني على فاروق جعفر، ازاي هيقدر يسده؟ وحلم طيران اثنين مدربين كويسين، بس هنا عندهم اللياقه وبينفذوا المطلوب لان الاهداف كويسه، وهنا فرق اللياقه والبطء في الاداء هو اللي فارق. شوف حضراتكم ادي فرق اللياقه، ادي سمير وادي ميكي اللي عامل ازعاج من الصبح ليهم، وعلى طول بالعرض وتمشي الكوره بره وتبقى ضربه مرمى لنادي ازمه. اذا فاروق جعفر في نص هيعمل في نص الملعب ايه في الشوط الثاني؟ ازاي اللي اينو وعلاء عبد الغني لوحده؟ ازاي يلم الناس في نص الملعب؟ ازاي يلم الناس دي بواجبها الدفاعي مع رباعي خط الوسط بتوع نادي الحدود؟ ازاي هيقطع الانطلاقات بتاعه خط الوسط اللاعبين القادمين من خلف الامام؟ ازاي هيعمل الانطلاقات اللي على الاجناب؟ يعني عنده يعني كلام كتير جدا فاروق جعفر ما بين الشوطين هيكلم بيه اللعيبه. احمد سمير يلم احمد سمير ومعدي وماشي ويلعبها، ولما ترد الكره لنجاح تتقطع كوره وتروح للالباني، الالباني يلم الالباني ويلم الالباني ثلاث اربع ثواني اربع خمسه كله اتمسك خلاص كله اتمسك. يلعبها لعلاء عبد الغني، علاء عبد الغني دخل في الزحمه جنبه علي يلعبها بالعرض وتتلعب الكوره وعلى طول تيجي منها ضربه مرمى. بنلعب في الثواني الاخيره من زمن الشوط الاول والوقت الضائع، والكل بيبص لمحمد السيد الحكم، والحدود متقدم بهدفين لعمرو التالي ومحمد حليم في الدقيقه 13 والدقيقه 42 وضربه مرمى لنادي الحدود. كميلي ويصفر الحكم الدولي محمد السيد بانتهاء الشوط الاول بتقدم الحدود بهدفين للا شيء لنادي الزمالك. سيداتي يعني سادي سادتي، كان معكم المعلق الرياضي محمود بخت، والى ان نلتقي في الشوط الثاني لكم مني ابشر. مشاهدي فضائل المصرية اهلا بكم من جديد عقب انتهاء احداث الشوط الاول للقاء حرس الحدود والزمالك، والنتيجه تقدم حرس الحدود كما تابعتم معنا بهدفين دون مقابل احرزهم اللاعب عمرو الدالي من ضربه جزاء في الدقيقه 14 واللاعب محمد حليم في الدقيقه 43 من زمن المباراه. كابتن حماده امام شوط لصالح حرس الحدود على الرغم من استحواذ نادي الزمالك على معظم فترات هذا الشوط، نسبه الاستحواذ زي ما واضحه زي ما احنا شايفين، وقبل ما نشوفها كنا عارفين ان نسبه الاستحواذ اكتر لنادي الزمالك 55% امامها 45%. في البدايه كابتن حماده وصف سريع لاحداث الشوط الاول وفي كلمتين، وبعدين نبتدي نحلل الدقائق للاحداث الهامه في الشوط الاول. هو طبعا باختصار كده يا كابتن عمرو، يعني غلطه نادي الزمالك هو ماسك الكوره اكتر وهو بيروح للجون اكتر، لكن مفيش خطوره. الخطوره نمسك بس الناحيه العكسيه، نادي حرس حدود، نادي الزمالك هو بيهاجم، المدافعين بتوع نادي الزمالك اللي ورا عينيهم مش على رؤوس الحربه، مش ماسكين لعيبه الحرس حدود، فلما بتترد الكوره بتلاقي حرس حدود ازيد وما فيش رقابه، ففي مساحات واسعه بيتحركوا فيها. وعشان كده لو نشوف الجون الثاني بتاع محمد حليم خد الكوره ومفيش حد معاه، ما حدش بيهاجمه. لا لازم المدافعين وانت والفرقه بتاعتك بتهاجم عيني على المهاجمين بتاع الفرقه الثانيه، اقف قريب منهم، لازم ابقى قريب منهم، لكن اسيبهم وانا واقف لورا خالص يجي لهم الكوره ويستلم ويتدور ويتحرك ويباصيها. وبعدين لعيبه نادي الزمالك ما بيرجعوش
بيعملوا نسبة الدفاع أزيد تملي من الهجوم، عشان كده تلاقي ما مسكوا الكرة لو الحرس الحدود أسرع كمان ممكن يجيب أهداف تانية. مظبوط، لكن هو بيتباطأ برضو شوية. ده العيب الواضح جدا ان مفيش رقابة على مهاجمين حرس الحدود من مدافعين الزمالك، زي ما قال كابتن محمود بكر معلقنا الرياضي ان في خلل في نص الملعب. لا هو اللي بيحصل بالظبط ايه، الناحية دي باينة قوي، وانت بتهاجم كمان وانت بتهاجم تبقى مندفع اكتر، لازم المدافعين عينهم على المهاجمين اللي موجودين في نص ملعبك عشان ما تجيله الكره تلاقي واحد معاهم على الاقل عطل الكره، لكن الرقابه دي مش موجوده. نيجي بقى للناحيه الهجوميه بتاعت الزمالك، الناحيه الهجوميه مش مستغلين نادي الزمالك الجنبين بتوع الطرف اللي هو عادل فتحي وطارق السيد. مظبوط، لغايه دلوقتي ما شفناش كورات، وحتى الكورتين اللي اتلعبوا في ايد حارس المرمى، لازم الكرات لما تترفع وتوصل لغايه خط المرمى العبها للخلف، ما شفناش تسديد لبعيد، يعني واحده لعلاء عبد الغني شوط بعيد، عشان كده برضو مش هينفع الكلام ده. معتزينه ايضا كمان لم يظهر ولا تسديده، يعني تسديده واحده كانت هو لازم يسقط لورا معتز، واحد علاء ابو معتز يسقط لورا مع مدحت ومع وائل علشان يعمل الكثافه العدديه لمدافعين نادي الزمالك على مهاجمين حرس الحدود اللي بيستفيدوا جدا بالهجمه المرتده او ما بتجيله، ودي الخطوره المصدر الخطوره الوحيد لحرس الحدود. لكن الزمالك ماسك الكره اكتر، انتشاره بقى الانتشار ده مش هينفع الى ملعب اللعب على الجنبين، ولازم رؤوس الحربه يتحركوا بسرعه، ويمكن برضه فاروق جعفر غير سوزا اديسون وجاب سامح يوسف هتفرق معاه في الشوط الثاني، اللي برضه هو يعني ولسه مش واخد على اللعب بتاع الفرقه الثانيه، فلسه تحس ان هو مش واخد فورمته، مع ان هو يبدو ان هو لعيب كويس، لكن تغيير سامح يوسف يمكن يغير الشكل بتاع نادي الزمالك، لازم يلعب على الجنبين شويه، ولازم يسمح لورا والناس تشوف ان برضه حرس الحدود عامل كثافه عدديه للمدافعين امام مرماه، ودي بتصعب المشكله جوه ال 18، لازم تبقى بره 18 اكتر، فلازم الناس تخترق من على الجنبين وتلعب الكره للخارج، يبقى في ناس واقفه بره تشوط الكوره. على الناحيه الثانيه بقى حرس الحدود بيعمل ايه؟ حرس الحدود بيلعب على الهجمه المرتده، هو مقفل قوي دفاعيا خصوصا بعد ما جاب الجون الثاني، كمان هيكتر الدفاع عشان يحافظ على المكسب، وبعدين بيلعب على الهجمه المرتده، بيسهل له الهجمه المرتده ايه؟ زي ما قلت لك مدافعين نادي الزمالك ما بقاش في رقابه على المهاجمين اللي دول اللي هم بيلعبوا قدام واللي بيكملوا من ورا لقدام، مفيش حد بيجي معاهم، يعني واجب علاء عبد الغني ومعتز، اول ما تخلص الهجمه على طول كل واحد مع واحد، ما بيقوموش بالواجب، لكن هم بيرجعوا لورا واقفين في المكان مش واقفين على اللاعب، فاللاعب بيستلم الكره وياخدها على مهله ويقدر يتحرك ويبتدي هجمه ويبص ويشوف. عشان كده شفنا يعني هجماتهم قليله ولكن خطيره، ده في اكتر من حوالي على 36 38 41 43 44 46 47 لنادي حرس الحدود. يعني مفيش يعني مش كتيره زي الزمالك، ولكن هجماتهم اخطر، وجاي منهم جونين، واحده عرقله، ودي برضو عايز اتكلم عليها بالنسبه لبكري، هنتكلم عليها يا كابتن، بس طيب. خلينا نبتدي باول حدث في هذا الشوط، وهو في الدقيقه الثانيه كانت ضربه حره لحرس الحدود، هنشوفها ونتابعها مع بعض اهي، احمد سليم لف الكوره ومفيش حد معاه، يعني واخد بالك؟ انا عايز اقف هنا يعني في بدايه المباراه عبد الواحد الاستاذ، هل هو في حاجه؟ هو يبدو يعني حتى يبدو ان هو الكره ردت من منه، هو يبدو ان في حاجه في ركبته، ويمكن دي بانت قوي في الجول الثاني، ان عبد الواحد لو واقف مظبوط وهو بصحته زي ما بنقول هيخش في الجول الثاني، ان الكره مش داخله قويه، داخله يمكن هي في حته بعيده فعلا ولكن ضعيفه، يقدر يرفعها عبد الواحد، فيبدو يعني هنشوف فاروق بقى هل هيلاعب محمد عبد المنصف ولا عايز يديله شويه، ده هيبان في الشوط الثاني يعني. ادي هو على الهوا ده مباشره من الملعب عبد الواحد بيعالج من اصابته، لان واضح طبعا انه عنده حاجه، يعني هو لو ما دخلش اوضه اللبس كده يبقى منظره يعني بره هيغير، يبقى بدنه هيغير يعني. اكيد كده هيغير، هيستدله كابتن فاروق. كابتن حمد امام بعديها او يعني في جاب كان كبير او فاصل كبير بين الدقيقه الثانيه والدقيقه 13 اللي حصل فيها ضربه الجزاء الصحيحه لحسام محمد سيد، نشوفها مع بعض. ده عايزين نتكلم فيها برضو على بكري، اما يبقى واحد مع واحد يا كابتن عم ما خدشش عشان الدخله بتاعتي كلها فرد رجلي، لو رقصتي خلاص يبقى ما فيش، لازم احضن بجسمي، يعني لازم احضن بجسمي لغايه ما اطلعه بره ال 18، هو ما عملش كده، ودي برضو قله خبره في بكري، يعني لعبه بتاع يعني لسه فرقه صغيره، هو واحد مع واحد ما احطش رجلي مره واحده عشان يرقص يبقى هو والجون، لا بجسم حضن وابعده بره ال 18، هو ما عملش كده، لو شفناها دلوقتي هنلاقي هو دخل في وضع رقصه فعرقله، واخد بالك؟ وطبعا دي ما حدش يعمل كده، ما حدش يخش مره واحده جوه ال 18 ده قبل ما يشوط. بص بقى بص هنا بص عمل ازاي؟ راح حط رجله كده، هو المفروض يقف في سكته او يروح معاه في ما يخلوش يعدي منه او ما يحطلوش وضع
اللي هو يرقصه، هو عشان واقف غلط مديله سكه ناحيه مديله الشمال سكة مديله سكه فهو اللي خلاه حتى يلعبها للشمال. كان لو محضنه بجسمي هطلعه بره، وطالما راح بره بقى بعيد. طبعا الهدف الاول اللي هنشوفه حالا من ضربه الجزاء سددها عمرو الداري جميله، عملها حلو، هو راح وهدى نفسه شويه وقعه في حته وحطها في حته. هو بس برده الحته بتاعت بكري دي عشان كده بقول لك برده الخبره مهمه جدا. يعني لو واحد تاني مش محدش هيمد رجله كده يحط رجله مع الكوره كده، لازم اخده بجسمي واحضن بجسمي لغايه ما طلعه بره ال 18. الحقيقه في الدقيقه 17 يعني حاجه عايز اربطها بالدقيقه 30 في عرقله لطارق السيد استوجب عليها او شافها حكم المباراه محمد سيد انها تعمد لل تعمد لتمثيل العرقله او الاصابه من طارق السيد. اللعيب لما يزق كابتن عمرو ده دي في الدقيقه 30، في واحده زيها لحازم امام في الدقيقه 17 عايزين نربطهم ببعضيهم. حازم امام ما اتحسبتش طبعا، واضحه انها مش ضربه جزاء، وايضا حكم اللقاء ما ادالوش انذار. لما يكون في زقه يعني في زقه بتوقع اللعيب غصب عنه، واخد بالك يا عم؟ قد ايه الزقه؟ هل فيها تعمد؟ هل فيها عرقله؟ يعني ولا التحام؟ لو التحام خلاص وهو اعتبرهم كده، لكن يمثل اذا في مسقوق هو لازم يقع. يعني اللعيب هيقع هيقع، لازم محمد السيد يحط في اعتقاده ان هو مسقوق هيقع، بس في بقى على كوره او في تعمد. فهو يمكن هو اعتبر الاثنين على كوره، لكن اللعيبه وقعوا الاثنين، لكن وقعوا من الزقه. لو نشوفها تاني وشوفها جبانه هنلاقي الكوره مسقوقين، يعني لازم يقع، ما فيهاش تعمد يعني. فيعني الحاجات دي ما فيهاش تعمد. ادعاء انها ضربه جزاء عشان كده ما استوجبتش انذار. دي الكوره اللي لم يحتسبها محمد السيد حكم اللقاء، ضربه جزاء لصالح الزمالك طبعا عرقله طارق السيد. واعتقد ان انت كابتن حماده هتقول لنا هل فيها حاجه، هي لو جابها كويس. انا شفت رجلين الاثنين طاروا وقع على الارض، لكن هنشوفها تانية لو جابها لنا من قريب وشفناها هيبان ان هو بيلف، ان هو كان بيلف الكوره. طيب كابتن حماده امام لغايه ما يعني في حدث مهم الان مشاهدينا في الملعب عبد الواحد السيد بيدلي بحديث هنشوفه مع بعض على الهواء مباشره. حد بيقدر الواحد تعبان ولا مش تعبان ولا انا هي غلطتي، انا غلطتي ان انا بلعب وانا مصاب فعلا، بس هي انا هريح، انا قررت ان انا اخد راحه لحد ما اخف خالص وربنا يسهل ان شاء الله ويوفق اللعيبه. يمكن تعويضك كابتن خالد، انا عمال انا يعني ربنا يعلم انا بعمل ايه لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، مش عايز اخرج الملعب، بس اللي انا شايفه كده لا ما ينفعش، وانا اعتقد انا مش هستمر مع نادي الزمالك ثاني، ده اخر موسم ليا مع نادي الزمالك، ما ينفعش الكلام ده. انا ما تعرفش انا كل ده التعب ده مع الناس دي كلها والناس تقابلني كده. كان في حوار ما بينك وما بين الجمهور يا عبد الواحد يمكن قبل بدايه الشوط الثاني. صعب صعب اللي بيحصل ده يعني، بس يعني مش فاهم الناس. انا بلعب بقالي 8 9 سنين مع نادي الزمالك، ايه المشكله يعني؟ الناس ليه كده ليه؟ مش مشكله الحمد لله. نتمنى لك سرعه الشفاء يا عبد الواحد والعوده مره اخرى. اعزائي المشاهدين يمكن هي يعني مشهد مؤثر جدا، عبد الواحد حزين جدا ويكاد يبكي في الملعب الان. الجماهير طبعا اتكلمت عليه انه بتحمله مسؤوليه الهدف الثاني، وعايز كابتن حماده يعلق عليه لان هو طبعا يعني انت كويس اثرت هذه النقطه. يعني بالنسبه لتحميل حارس المرمى بالذات مش ممكن احمل حاجه زي كده، يعني هو عنده يمكن مصاب ويمكن كره صعبه وفي حاجات كثيره جدا، فالتمادي ولسه في الشوط الاولاني، يعني ما حدش يحمل لاعب وهو لسه بيلعب بالذات حارس المرمى، عشان احنا عارفين ان حارس المرمى مركز حساس جدا يا عم. فازاي انا الجمهور التشجيع ان انا لغايه اخر دقيقه، وحتى لو خسر ما فيش مشكله، يعني مش نهايه الدنيا، يعني لازم الجماهير تبص للمباراه كده بتفاهم رياضي، يعني حتى لو خسرت مش مشكله، لكن ازاي اقف جنب اللعيب بتاعي واشد واقف جنبه واسره، هو ده المهم. هو لو لقى مثلا الناس بتشجعه وتشد حيلك وان شاء الله تاني هتعمل كويس، الواحد هتلاقي نفسيته ارتفعت ويقدر يعمل ماتش كويس قوي لو ما كانش مصاب. فهي برضو التشجيع بتاعنا لازم نخلي بالنا منه. يعني ادي الهدف الثاني. طبعا ما فيش حد يشوف الكره يعني مش ممكن. اولا هي يعني قبل ما نتكلم على عبد الواحد، هو خد الكره ومعاه ما فيش حد بيهاجمه خالص، وعلى راس ال 18، وطبعا راس ال 18 على الاقل لازم واحد يكون معاه، يعني لو واحد واقف جنبه او واقف قدامه مش هيديله اي فرصه يشوط او مش هيفكر، يبقى لسه يمكن يلعبها، انها صعبه كده لو واحد واقف قدامه يشوطها. فهو شاطر لان ماليش حد دخل، وخدها وقفها وجاب على رجله الشمال وشاطها وجابها جول. فيعني مفيش حد مراقبه اهو، بص مفيش حد اهو، وقفها وصلحها وشاطها. اللي وقف من بره ده بيهاجمه من بره، اللي واقف قدامه بص يقرب منه. ده مدحت.
ما هو لازم يقرب منه مدحت، ان لو قرب منه مش هيخليه يشوطها. وبرده الكره لو عبد الواحد كويس ما تخش فيه، ان الكره داخله ضعيفه، هي رايحه في زاويه اه لكن ضعيفه يقدر يروح لها. طب احنا كان في احتكاك بين عبد الواحد واحد لاعبي الزمالك اعتقد، مش عارف يمكن بكري او حد من المدافعين، وهنا كان في توقفت المباراه ودخل له دكتور جورج علشان يشوفوا هيكمل ولا مش هيكمل. هو بيسألوا في حته زي دي يمكن عشان كده الجمهور يعني حس بعدها ان هو كان المفروض يخرج او يطلب التبديل واستكمل المباراه، فعشان كده ودخل الجول الثاني بالظبط. لا هو تملي يعني الاصابات اللي كده بيسال الدكتور بيسال اللاعب هتقدر تكمل ولا لا، وتملي اللاعب يعني بيبقى عايز يكمل طبعا. لا اصل بالذات حارس المرمى يعني لو متعور مش هيقدر. ايوه انا شايف برضو عبد الواحد كان بيزق وهو في 18 يعني، هو بيجري قدام الجون بيزق يعني، هو بيبقى هو دكتور نفسه ما حدش يقدر يقول اللي هو مظبوط. لا فهو دكتور عبد الله ساله قال له لا اقدر العب، فلما دخل الجول الثاني قال لك دي قريبه كان يقدر يمسكها لو عبد الواحد كويس. ايوه فهو بيحملوه يمكن ان هو ليه ما كانش صريح وقال ان هو متعور يعني. بالظبط. كان في فرصه في الدقيقه 21 لطارق السيد كان ممكن الزمالك يتعادل. أيوة. منها وحازم بالظبط، حازم امام انفعل على طارق السيد لانه كان المفروض هو اكتر واحد واقرب واحد وافضل واحد كان المفروض يمرر له الكره. هما كانوا اربعه على ثلاثه، شوفها اربعه لعيبه مع ثلاثه من الحرس الحدود، فتوالي الرابع ده يعني وبالذات عنده مساحه واسعه لحازم فنقدر يلعبها له بحيث الناحيه الشمال كمان بتاعته يعني. لكن عبد الواحد طارق السيد بيجيب اجوان دلوقتي بتسديد كتير، فدي بتديله فرصه ان هو عاوز يشوط ويقدر ان هو حس ان هو جاب اجوان كتير بتسديدات من خارج منطقه الجزاء. أي. فهو حب يلعبها كده، فهي طبعا صعبه لكن هو لو حتى كان يعملها احسن يروح يمين شويه بياخد حتى الظهير الايمن اللي قريب شويه من حازم ياخدك اكتر كده ويلعبها لحازم. ايوه ودي الاجوان اللي هو بتبص في حته وتلعبها في حته يبقى انفراد على طول حازم يقدر يجيبها جول. فهو استعجل فيها وشاطها، وشاطها دي بقولها لك ان هو حاسس بص من قبل نص الملعب يعني نص ملعب حازم بيجري له هو ناحيه شماله، بص دي واسعه بص اللعيبه كان يقدر يلعبها لحازم الناحيه دي، هو حب يشوطها. هو بقى هو جاب جوان قبل كده بشوطه فعايز يجرب. بس المسافه بعيده يا كابتن حماده يعني. بعيده طبعا. طبعا الافضل كان يمررها لحازم او احد ال وهم كلهم متوقعين يعني عبد الحليم الناحيه الثانيه برضه بص له شايف هناك ان فرصه كبيره يعني كل ده الناحيه الثانيه وهو كان لعبها حتى قبل ما يوقف حازم ان هو بيجري تبقى سهل له ان لو وقف ولعبها ثاني يعني لما يلعبها له وهو بيجري هيبقى يروح هو الجون على طول، لو يروح للجون على طول. اتردت على طول في الدقيقه 22 يعني بعدها بدقيقه لعبد الحميد دسيوني حطها حلو قوي في خارج فيه عبد الواحد. هي طبعا يعني اللاعب اللي كان جنب عبد الواحد ما يسيبش عبد الحميد دسيوني. هنشوفها ايه، شوف برضو الرقابه لازم تبقى احسن من كده، شوف فاضي خالص ودي الكوره اللي اتصاب فيها عبد الواحد، هم اتخبطوا مع بعض هم الاثنين اهو، وما حدش يعني يسيب عبد الحميد دسيوني يلعبها كده. هو لعيبه كويس قوي حبها عملها واو جوه ال 18 على اساس يعني ان جوه ال 18 كلهم كانوا بره ويلعبها في الجون، جت في القائم من فوق وطلعت بره. دي طبعا كادت ان تكون الهدف الثاني لعبد الحميد دسيوني، وانا شايف هو عبد المنصف هينزل وعبد الواحد في دكه قلبه دلوقتي طبعا للاصابه. وشفنا اللقاء اللي عمله خالد لطيف من استاد الاسكندريه على الهواء مباشره، بنشكره على هذا اللقاء. الحقيقه طارق السيد وعبد الحليم علي النهارده لم يؤدوا الاداء المطلوب منهم في نادي الزمالك، في هجمات كتيره قوي يا كابتن حماده لو يعني مش هنقدر نتهيأ ان احنا نشوفها، لكن بصفه عامه في تعليق على عايز تعليقك على الاحصاءات، 7 تصويبات للحرس و4 للزمالك، ركنيات 6 للزمالك و1 للحرس، وعلى الرغم من كده ما قدرش الزمالك يستفاد. هو برضه زي ما بقول لك الزمالك عشان يقرب اشوط الكره وانا تحت ايدي يعني اقدر يجيب منها جوال، مش اي كره شوطها عشان كده عندك العدد كتير وملوش اهميه، فلازم الكره بالرجل الرجل تستلم جوه ال 18 دي اللي بتشكل خطوره اكتر ضد الفرقه الثانيه، لكن اي كره بوصل ال 18 وشوطها كده من غير تمييز بتضيع هجمه وفي نفس الوقت ما بقاش ليها تاثير كبير. عموما الشوط الثاني بدا مشاهدينا كما تتابعون معنا نقيل سريعا لاستاد حرس الحدود، كل تمنياتنا لكلا الفريقين باداء شوط ثاني طيب ان شاء الله. عين شويه على امل ان مفيش قدام الزمالك غير ان هو يهاجم، هل هو هيهاجم وبنفس هجومه من الزرقات اللي خلف الامام؟ هل خط وسط نادي الزمالك هيقوم بواجبه الدفاعي؟ هل هتنقرب الخطوط؟ هل الزمالك هيلعب كره سريعه لحظه استلام الكره زي ما الحدود بيلعب؟ كل ده هنشوفها مع بعض في احداث الشوط الثاني. عادل وضربه حره مباشره طلعها حليم على طول، اصبح حليم دلوقتي هو اللي ماسك جونيور بعد ما كان ماسك حازم امام. ينزل الكره لعلاء لاينو، ياخدها اينو ويلمها ومعاه
احمد عيد يلعبها ورا لمدحت عبد الهادي، ومدحت يلعبها تعدي الكوره وتروح لعبد الغني، عبد الغني يلعبها تروح لكميني، كميني على طول بايده من صابر الشربي، تخبط بسيوني وتروح لعيد، عيد لحليم لعمر الدالي، عمر الدالي تروح لحليم مرة تانية، كانت الكرة اللي فاتت من حليم مرة أخرى، شوف اللعبة والمساحات الفاضية وعيد يلعبها تعدي ياخدها طارق السيد، وهذه الهجمة بقى هنشوف هل في سرعة وانطلاقات، أدينه يلعبها تتقطع وياخدها صابر الشربيني وتتلعب على طول تروح لطارق السيد يلعبها يطلعها ميكي بره الملعب، رمي التماس لنادي الزمالك كان ما بين الشوطين بيتسخن وليد عبد اللطيف وجمال حمزه، انما الاختيار جه على جونيور، وطبعا التغيير الاضطراري بتاع عبد الواحد اضاع على فاروق جعفر التغيير الثالث يقدر يعمل بيه ناحية فنية، نادي الحدود ما عملش ولا تغيير لغاية دلوقتي، ورمي التماس للحدود تتلعب على طول الأباني برا الملعب، أحمد عاصم ورمي التماس يلعبها لسمير، وسمير يلعبها أمامية وبسيوني، بسيوني وبكري وزقة من بسيوني وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، الأباني وبينية لعلاء بره الملعب أوت من مرسع عبد اللطيف تتلعب للأباني، بدأ نص ملعب نادي الزمالك يتأدي فيه الأباني اهو، وبدأ يبقى فيه كرة سريعة شوية وتتلعب الكرة لجونيور، جونيور يلعب على طول ليوسف لسامح يطلع كميني وينقذ الموقف برشاقة ومرونة كده بالذكاء، إذن بدأت بقول لحضراتكم الربع ساعة الأولى هي نادي الزمالك يكون أو لا يكون في الربع ساعة الأولى الحدود متقدم بهدفين، ويكون يعني ولا يكون يعني يصلح من أوضاعه ويقدر يعوض اللي هنشوفه، واندفاع من سامح من نجاح يطلعها بكري وياخدها علاء يديها لبكري، وعلاء عبد الغني مرة تانية يلم كورة ويطلع له إينو لعبها لإينو وإينو يلمها وحط راجل في ظهره وماشي إينو ماشي إينو ماشي إينو وتطول الكورة وتروح لكميني، كميني لصابر الشربيني، مدحت أباني جونيور اللي نزل مكان حازم علاء عبد الغني إينو لعلاء عمرو الدالي لبسيوني، بسيوني يغمزها كده لنجاح يخش مدحت وطلع كرة بره الملعب، الجميل في الحدود ان هم مش ملتزمين بمكان معين بيتحركوا حسب الكوره، ادي بسيوني وادي عيد تعدي تحت رجله تروح لميكي، ميكي ورايه وسفاره وضربه حره غير مباشره على بسيوني، الرباعي عيد وميكي ونجاح وبسيوني هم يعني مصدر الازعاج المستمر هجوميا لنادي الزمالك وايضا الناحيه الدفاعيه في وسط الملعب، فتحه
بيكون حلو، انما تعدي كرة بغرابة شديدة من عبد الحليم وتنزل لعادل فتحي يلعبها عالية كميني على طول يمسك الكرة اللي فاتت دي، لو شفناها في العادة هنلاقيها كان الجون فاضي وعلى دماغ حليم. ادي الهجوم المضاد السريع للحدود لسيوني، طبعا عاوز يستعرض وما عندوش، راجل بيلعب بجدية، الاستعراض ممكن يضره لان الزمالك الشوط الثاني بيضغط وعاوز ما اعرفش فين. وادي جونيور يلعبها لنفسه انما اتجنبت ويلمها ويرفعها حلوة قوي انما تنزل على الشبكة. اذا لو جبنا كده حلم المضاد هتلاقيه يقول لي بسوني ايه اللي بتعمله اهو، شوف عادل وعالية بتاعت كمين ضربة مرمى لنادي حرس الحدود. احمد عاصم يبدو انه عنده عضلة وفي بدلاء نادي الحدود بيسخنوا، وحسب محمد السيد فاول على بسيوني. يلعب كرة عرضية جامدة قوي تطلع
عبد الواحد السلام. ضربة مرمى لنادي الحدود. تعليمات من جهاز الحدود كده لكذا لاعب ما اعرفش بيقول لهم ايه. بكري بدماغه تعدي الكورة وتنزل لمرسي عبد اللطيف. مرسي لصابر الشربيني. صابر الشربيني لحليم. اتنقل عند سمير وميكي. عجبني قوي اللعيب ده ميكي 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 يلعبها انما تخبط وتتقطع. ياخدها طارق لعبد الغني. علاء عبد الغني على طول لجونيور. لعيب كويس جونيور. ماشي جونيور ماشي جونيور انما تتقطع وتروح لصابر الشربيني على طول لميكي. ميكي نجم هذا الاداء من وجهه نظري. لعيب خططي ولعيب كويس جدا بينفذ كل التعليمات الخططيه بالنسبه له ولياقته بدنيه كويس ومكسب للحدود. يقطعها طارق السيد على طول لاينو. واينو ماشي وجنبه جونيور. يلعبها لجونيور. جونيور يرقص كده انما مديله الفرصه محمد السيد وبيجرب انه يشوف كده. وحلوه حلوه حلوه ومتابعه من حليم وكاد الزمالك يحرز هدفه الاول. ادي جونيور وادي صدى من كاميني وادي عبد الحليم ملفش وسطه شويه تطلع كوره بره وتبقى ضربه مرمى لنادي حرس الحدود. انما ما فيش شك في ال 13 دقيقه اللي اتلعبت شكل نادي الزمالك اتغير شويه. وادي اهو الشاذلي بيقول حلمي طن هو ايه اللي جرى؟ اقول له انا ان لعيبته بتلعب بثقه زياده وبداوا يحطوا كده ناحيه جماليه على الاداء مش عارفين ان المباراه ممكن جدا تتخطف منهم في اي لحظات. اما نادي الزمالك فبدا يلعب كوره اسرع. جونيور ماسك الملعب كويس. علاء وإينو ماسكين نص الملعب مظبوط. بدا عبد الحليم المكنه بتاعته تشتغل شويه. بدا الاباني وبكري ومدحت يصحصحوا دفاعيا. وادي هو الاثنين المدربين اللي بيديروا هذا اللقاء. حلمي طولان اللي واضح عليه بيفكر بعمق رغم متقدم بهدفين حاسس ان المباراه لسه ما انتهتش. وايضا فاروق جعفر بينبه بالنسبه للزمالك للاعبته اماميه تنزل لطارق السيد. جونيور عمل شغل كويس في نص الملعب الصراحه بيستلم كويس وبيقدر يمشي كويس. طارق السيد كمان عمل شغل كويس لما انطلق ناحيه الشمال. لو عارف شايفين بدا يقوم بوجهه الهجومي تعدي من سامح ويطلع كاميني ويمسك اماميه باتجاه بسوني. يوقفها بسوني ويلعبها على طول لعيد. عيد لنجاح. نجاح عمرو الدالي لعيد مره ثانيه بيلعب استعراضي شويه عيد ويلعب على طول لعمرو الدالي. عمرو الدالي عمرو الدالي يلعبها بينيه لبسوني انما برافو بكري يقطع وتروح الكره على طول لاينو. واينو لجونيور وجونيور ماشي جونيور ماشي جونيور وبيتحرك مع حليم. عبد الحليم يسلم الكره تطول منه وتتقطع وتنزل لميكي. ميكي اداء الخططي للحدود هبط كتير جدا وبدا يبقى اداء فردي. نادي الزمالك بدا يضغط في نص الملعب وبدا يستخلص الكرات وتنزل الكره لعيد. وعيد لعمرو الدالي. عمرو الدالي لنجاح. يعيد مره ثانيه ومدحت. هاتوا الكره تروح لعيد مره ثانيه يجيبوا عمرو الدالي ويلعبها لعمرو الدالي. عمرو الدالي يلعبها عرضيه انما الاباني يقطع ويكمل عليها عادل فتحي. تنزل لميكي يلمها ويموه ويلعبها لنجاح اللي بيسقط في نص الملعب. وعيد هو اللي بيروح تتخطب الكره وياخدها مدحت. سامح يوسف يلمها ويلعبها على طول لاينو. واينو جنبه جونيور يديها لجونيور. سامح يوسف يلمها سامح على طول للاباني. فرق كبير قوي ما بين الشوط الاول والثاني للزمالك. الزمالك افضل في ادائه في الشوط الثاني من الناحيه الهجوميه والدفاعيه. ساعدوا على كده التمرير السريع وساعدوا اكتر ان لعيب الحدود فاكره ان المباراه شبه منتهيه. المباراه لسه بدري عليها كتير جدا. بنلعب في الدقيقه 16 والحدود متقدم بهدفين للا شيء لنادي الزمالك. وتتلعب الكره وتنزل لبسوني عامل ماتش كويس قوي النهارده من ناحيه التحرك في الملعب في كل حته تحرك عرضي كويس. وبيقول
يلعبها تروح لعمرو الدالي. عمرو الدالي بيجرب كده حظه ويشوط تخبط في دماغ مدحت وترد وعلى طول علاء يلعبها لطارق السيد. مصدر الازعاج لخط دار الحدود هجمه لنادي الزمالك ويلعبها لحليم. حليم وجنبه جونيور يلعبها لجونيور يفوتها حلوه لسامح انما استقبلها بوحش قوي تروح الكره لاينو ويشوط اينو يمسكها كمين. اذن ال 16 17 دقيقه اللي فاتت نقدر نقول ان الزمالك يختلف تماما عن الشوط الاول للافضل. التغيير الاول للحدود هينزل هاني سعيد لان نص الملعب بدا يتضرب فعلا بتاعه على طول. حلمي طولان هينزل هاني سعيد ويا ترى مين اللي هيطلع وده كمين يمسك الكوره. هل يطلع ميكي؟ هل يطلع؟ هنشوف بالظبط. ميكي طبعا مجهوده قل في الشوط الثاني انما هنشوف فكر حلمي طولان في تغيير هاني سعيد هينزل مكان مين. اينو نص ملعب ماسكه نادي الزمالك تماما في الشوط الثاني. سامح يوسف للافاني وياخد فاول الافاني وانذار لعبد السلام نجاح. الملعب 22 دقيقة من زمن الشوط الثاني. هشام حنفي
بيستعد عشان ينزل. وادي عادل فتحي، عادل فتحي بيلعبها لعبد الحليم مزنوقة، تتخطف من عبد الحليم وتخبط في عبد الحليم وتعلى وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي أزل. شايف أنا هشام حنفي هينزل، هل هيشيل عبد السلام نجاح وينزل هشام حنفي؟ ده الوحيد اللي ممكن، هنشوف. فكرة حلمي طولان ايه في تغيير هشام حنفي، احد صانع الالعاب هيطلع محمود مكي وينزل هشام حنفي. واحد يقول لي هل معقولة محمود مكي يطلع؟ ده ذكاء من حلمي طولان، بيحافظ عليه، ادى مباراة كويسة جدا، الجماهير كلها بتحييه، بيحافظ عليه وفي نفس الوقت بينزل لاعب صاحب خبرة يقدر يظبط الايقاع اكتر في باقي المباراة باقي الشوط الثاني. اذا التغيير في نوع من الحنكة من حلمي طولان، طلع نجم المباراة ونازل ايضا هشام حنفي اللي بيقدر يقود نادي الحدود في كثير من المواقف عشان يظبط ايضا ايقاعه بخبرته. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، وطارق السيد هيلعبها. طارق السيد يلفها تخبط في الحيطة ويتابعها مدحت من هناك، يلعبها تنزل لبسيوني يقطع اينو وتتخطف كرة مرة تانية ومش اوفسايد، ويطلع على طول عبد المنصف براو قبل عيد وتطلع كرة امامية تنزل لحليم. احمد سمير وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الحدود. 24 دقيقة من زمن الشوط الثاني واصبحت النتيجة متقدم الحدود بثلاث اهداف. انتهى الشوط الاول بهدفين عمرو الدالي من ضربة جزاء ومحمد حليم في الدقيقة 13-42، واحرز مكي الهدف الثالث في الدقيقة 20 من هذا الشوط. ورق لكاميني احد نجوم اللقاء النهاردة، يعني حارس مرمى كسبه الحدود تماما. عبد السلام نجاح ومش اوفسايد، ويعدي كرة هشام حنفي والهدف الرابع للحدود. اتلعبت الكرة واتخرج هشام حنفي من الخلف للامام وعدى من عبد المنصف عشان هشام حنفي هدف الرابع في الدقيقة 25 من الشوط الثاني. يعني التوقعات كلها لم تكن في هذه الصورة من أحداث الحدود. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لي إيه؟ أقول له إن ممكن الحدود كان يفوز أو يتحضر، ولكن مش بنسبة الأهداف دي ومش بنسبة الأداء، لا ومش بنسبة الجدية. وهنشوف الناس، يعني يبدو إن في حاجة كده. اللعبة بتاعته مش بتاعت حد تاني، ولا بتاعت الحكم ولا بتاعتنا ولا اي حاجة، دي بتاعت اللينزمان هناك. اللعبة ما تتعدش من هنا، تتعد من اول ما بتطلع من رجل اللعيب، يعني كده يعني يبان هو اوفسايد، انما لو مخرجنا يبينها ويوقف اللعيب برضو ما تبانش، يعني كده هو يعني المشاهد يقول لك لا اوفسايد وما تعرفش احنا اوفسايد ولا لا برضو. لسه امتى كان هشام لحظه خروج الكره من زميله دي تبان في الشاشه؟ لا اما ما تبانش لا اما ما تطلعش. تتلعب الكوره واربع اهداف للحدود للا شيء لنادي الزمالك، نتيجه ثقيله لنادي الزمالك هذا الموسم. مدحت، عادل على طول للأباني وماشي الأباني، عادل فتحي
حليم. اينو عادل فتحي حليم بدماغه تنزل لنجاح. كلمة سر النهاردة نجاح وعيد في نص الملعب، محدش راقبهم ابدا، بيلعبوا بحريتهم تماما نجاح وعبد السلام. وتتلعب الكرة لنجاح اهو اللي بيجي من خلف الامام، تنزل الكرة لعيد يغطيها طارق السيد احد الموجودين النهاردة مع نادي الزمالك وهم قلة. عمرو الدالي جونيور يلم الكرة، جونيور ماشي، جونيور يلعبها للأباني وياخد فاول أباني. نقدر نقول ان فرق اللياقة ما بين حرس الحدود والزمالك هو اللي عمل هذا الاتساع وهذا اللقاء وهذا يعني الاداء، زائد ان لاعبي الحدود نفذهم فكر حلم طولان تماما ونجحوا ان هم دارسين اداء نادي الزمالك كويس. ففرق اللياقه هو اللي فرق كتير جدا، نص الملعب فرق كتير جدا، نجاح وعيد ونص الملعب والانطلاقات في المساحات الفاضيه فرق كتير، ولكن اللياقه البدنيه واضح جدا هي اللي كانت لصالح حرس الحدود ومتقدم باربع اهداف. جونيور وحلوه يا ولد، حلوه حلوه حلوه، وضربه مرمى لنادي الحدود. على فكرة المباراة كويسة، فيها شغل مدربين وفيها الأربع أهداف وفيها جماهير، يعني مباراة كويسة، ولكن المفاجأة في عدد الأهداف والمفاجأة في السيطرة بتاعة الحدود والمفاجأة في الوقت اللي بيستحوذ فيه الزمالك ولكن عاجز عن إنه يخترق دفاعات الحدود. يعني تتلعب الكورة وتنزل لبسيوني، تتلعب على طول لبسيوني اللي ساب خط ظهره دلوقتي وبيلعب في نص الملعب وسايب بكري ومدحت ورا لوحديهم. تتلعب الكرة للأباني، الأباني لجونيور، يلم جونيور وماشي وماشي ويغمزها لعلاء، وعلاء يلعبها على طول اللعب البطيء، كل الأحمر بيرجع. شوف على طول الحدود بثلاث أربع نقلات، مفيش سرعة في التمرير من الزمالك، على طول بيرتدوا بسرعة خط وسط وخط دفاع الحرس. تتنقل الكورة وتروح هناك لأحمد سمير، مدحت مغطي، أربعة أحمر أهو أربعة، إنما بكري بيحاول وتتلعب الكورة بالعرض. هدف لعيب، هدف خامس لعيب، الأباني ساب ورا وبالتالي طبعا عمل مشوار كبير قوي أحمد سمير وعمل كورة عرضية واصطادها محمد عيد. الهدف الخامس يعني مباراة غريبة في نتائجها، انما نقدر نقول الحدود هو الاقدر حتى الان بهذه النتيجة. عيد والهدف الخامس الجميل من اختراق لاحمد سمير. طبعا الله يكون في عون فاروق جعفر في هذا اللقاء. شوف حضراتكم فرق اللياقة بقى اهو، وماشي الراجل وماشي الراجل وماشي الراجل والراجل لوحده خالص، وهدف لعيد في الدقيقة 30. احمد عيد في الدقيقة 30 من الشوط الثاني يحرز الهدف الخامس لنادي حرس الحدود. محمد عبد المنصف خمس اهداف بواقع هدفين في الشوط الاول وثلاثة في الشوط الثاني لحرس الحدود. نتيجة استحقها الحرس اداء ولياقة وانتشار وتنفيذ لخطة مدربه. تتلعب كرة امامية توصل لاحمد سمير، تتلعب من هشام يخطفها علاء عبد الغني، علاء عبد الغني ماشي، علاء جونيور، سامح يوسف ما شعرناش بيه خالص في التغيير اللي نزل سامح الصراحة، يعني تغيير ما أفادش نادي الزمالك.
في شيء سامح يوسف رغم انه لعيب كويس، انما ما ردش نص الملعب، ما يعني واقف زي ما عرفتوا شايفين كده. تتلعب الكورة لهاني سعيد، لاحمد سمير، احمد سمير ورا لصابر، امامية ومغطي على طول بدري، مغطي وهشام على طول بالعرض، انما بدري يطلعها وتروح الكورة لعيد ويلعبها لهشام، وهشام بالعرض كربون من الهدف الخامس، انما اتلعبت الضربه الحمراء غير مباشره على طول وتروح للجونيور، جونيور لسامح، جونيور لسامح، سامح 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 على طول تنقطع منه وتروح لعمرو الدالي، عمرو الدالي لنجاح، احد نجاحات الحدود النهارده نجاح، لعيد اللي الاثنين ما اتمسكوش هما كلمه السر بتاع حلم طولان النهارده، تتلعب كوره حلوه قوي لعبد الحليم، يلمها عبد الحليم ويلعبها لجونيور، والله جونيور برضو حرك المسائل شويه في الشوط الثاني، جونيور وشاط جونيور وفوق وضربه مرمى لحرس الحدود. ادي الكوره اهي اللي اتلعبت، هنشوفها مره ثانيه، اتلعبت اهو، مخرجنا حسن يوسف بيجيبها صح المغادي، واتلعبت الكوره وصح صح خالص، هو لحظه الطلوع منها كان اوفسايد بسوري، ورايه صح وقرار صح لحكم اللقاء. تتلعب الكوره وتنزل وياخدها طارق السيد، انما تطول وعلى طول على طول بره الملعب من هاني. 34 دقيقه من زمن الشوط الثاني، واصبحت النتيجه 5 الحدود 0 الزمالك. تتلعب الكوره لطارق، مرة ثانية لطارق، تتلعب للأبالي اللي ساب خط ظهره وطلع قدام زي ما حضراتكم شايفين، وساب مدحت وساب الأبالي وساب بكر لوحده، الطرفين برضو متقدمين فتحي وطارق، فأي كرة مرتدة في مساحات فاضية كتيرة وانطلاقات فاضية كتيرة من الرباعي نجاح وعيد وبسيوني ومعاهم هشام دلوقتي وسمير من الطرف الشمال. تتلعب كورة، تتقطع، عرضية يلمها عيد، أحمد عيد يلعبها لعمرو الدالي يمسكها محمد عبد الناصر. 35 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وأصبحت النتيجة ولا زالت النتيجة تقدم حرس الحدود بخمس أهداف للا شيء لنادي الزمالك. جونيور بينية للأبالي اللي بيلعب دلوقتي راس حربة قدام عبد الحليم، إينو، عادل فتحي، عادل فتحي يمسك على طول كاملين. طبعا نتيجة اللي هو عبد الرحيم محمد طبعا قاعد سعيد بهذه النتيجة، هو واللي هو الأبالي، وكانت صورة معبرة من مخرجنا اليوم لفاروق جعفر، كان الله في عونه، عمرها ما حصلت له في أي مباراة، إنما الحدود لازم نحييه ونحيي مدربه إن هم درسوا أداء الزمالك كويس، لياقة بدنية عالية، نجحوا يمسكوا نص ملعب مسدود، يرتدوا في الوقت المناسب، استغلوا البطء بتاع نادي الزمالك في التمرير وسواء والانقضاض، لعبوا على الطرفين كويس، لعبوا انطلاقات كويسة، ونجحوا في الوقت اللي كان الزمالك مستحوذ فيه على الكورة في بداية المباراة إن هم يحطوا أهداف يهمدوا بيه نادي الزمالك، فشوف حضراتكم الانطلاقات أهي، أدي عبد السلام نجاح يلعب الكورة يمسكها محمد عبد الناصر. علاء إينو جونيور، تتلعب الكورة وتنزل لإينو مرة تانية لجونيور
جدا والكرات عرضية كبيرة جدا كمين. تغيير احمد كمال مكان عمرو الدالي. ده بقى ايه تغيير طردية عشان احمد كمال من لعيبة كويسة ايضا عشان ياخد مكافة الفوز. وطلع عمرو الدالي نزل احمد كمال الاباني عبد الغني عادل فتحي تتخطف وتنزل الكرة لبكري بكري لعادل فتحي ماشي عادل اباني التخطيط منه. شوف حضراتكم بقى ما فيش الا اثنين ورا مدحت وبكري مش في عرض الكرة الكلام ده ابدا ما فيش ابدا في عرض الكرة مهما كانت النتيجة لان استدراف يطلع ويسيب فرقته. وادي هشام حنف تتلعب على طول تروح لهشام عاوز يلعبها انما بكري يخش وهشام يلعبها لعبد المنصف يشوت عبد المنصف على طول مرسي عبد اللطيف بره الملعب. بنلعب في الدقيقة 38 وداخلين الدقيقة 39 من الشوط الثاني وأصبحت النتيجة تقدم الحرس بخمس أهداف للاشيء لنادي الزمالك. نتيجة ثقيلة في توقيت غير مناسب للاعبي نادي الزمالك في هذا الشهر إنما نقدر نقول ونحيي حرس الحدود ومدربه يستحق هذا اللقاء عن جدارة. جونيور وتعدي الكورة جونيور هو اللي لم الأمور في الشوط الثاني لعيب كويس ولكن برضو لو زيادة من اللياقة لعيب فاهم وأعتقد أن اللي فرق في هذا اللقاء اللياقة البدنية ولا زلت بقول على النقطة دي لأن مجموعة الزمالك لعيبة كويسة ولكن أي لعيب بدون لياقة أو ما وصلش لللياقة بتاعته ما يقدرش يأدي. لعيب الحدود أدي لأن لياقتها ساعدتها نفذوا فكر مدرب كويس جدا ونجحوا أن هم يحرزوا خمس أهداف. على فكرة يعني استاد حرس الحدود اتزين كويس قوي قوي ونقلوا الكباين في حتة كويسة جدا ولكن فيها عيبين الصراحة. طلوع المعلق بيطلع من حتة من نص الجمهور رغم ان في باب الناحية التانية ناحية المقصورة فبيطلع من حتة بعيدة جدا. نمرة اتنين مفيش نور جوه الكابينة فبالتالي المعلق ما بيعرفش يقرأ يعني اللي مكتوب وبنحط الورقة على اللوحة على التلفزيون على شاشة المونيتور عشان نقرأ. كباين شكلها حلو قوي ولكن دخولنا من عند الجماهير ومفيش إضاءة علينا وبعدين حر جدا بنقول ليه الكلام ده احنا نقدر نستحمل انما في بطولة الامم الافريقية هيجوا ضيوف هيجوا معلقين الاجانب يجب هذا الاستاد والصرح جميل جدا ان هو يكلل لهذه النقطة لانها حرس الحدود ملعب كويس قوي قوي والكباين اتعملت كويس قوي قوي ولكن ينقصها اللي قلته لحضرتك. ضربة مرمى لحرس الحدود تتلعب طلع عبد حليم بره والله يكون في عون فاروق جعفر قدامه خمس ايام فقط عشان يعيد مره اخرى الروح المعنويه ويعيد مره اخرى ثقه الفريق في نفسه وهو يلعب مع النادي الاهلي. اكثر خمس ايام لفاروق جعفر مش تدريبيا ولكن معنويا ونفسيا. محمد عبد المنصف اماميه تنزل نص الملعب لهاني احمد سمير ورا لنجاح تتلعب سياره من مرسي عبد اللطيف يخطفها اينو يخطفها وعاوز يشوت ويلعبها لجونيور وجونيور وجونيور ولاينو واينو عاوز يرقص انما تتاخد منه وتتلعب على طول لبسيوني. بنلعب في الدقيقه 42 من زمن الشوط الثاني وحرس الحدود خمسه والزمالك لا شيء. نزل عبد الحليم مره اخرى وتتلعب كوره ميليه لهشام ثلاث اربع نقلات جماهير الزمالك بدات تحيي حرس الحدود وماشي احمد سمير انما تتقطع وياخدها بكري وتنزل على طول
للأبين جونيور، يلم جونيور الكورة، عبد الحليم، عادل فتحي، إيمو، علاء عبد الغني، طارق السيد، الأباني لطارق السيد، عبد الحليم، عبد الحليم وكاميني، كاميني نجم هذا اللقاء برضو. شوف حضراتكم كم فرصة صدها وكم كرة عرضية اتخطف الكرة وأمامية لهشام حنفي وبكري، وضربة ركنية لنادي حرس الحدود. من زمن الشوط الثاني، والحكم الرابع ابراهيم عبد الغني واقف عشان ياخد الوقت بدل الضائع من محمد السيد حكم اللقاء، وضربه ركنيه للحدود تتلعب لاحمد سمير. هاني ياخدها مره ثانيه، هاني هشام حنفي، لأحمد كمال اللي نزل مكان عمرو الدالي. أحمد كمال يلعبها لعيد، فورمة كويسة أو عيد، هيحاول يشوط ويشوط، ومحمد عبد المنصف يطلعها ضربة ركنية. 44 دقيقة من زمن الشوط الثاني، ولا زال الحدود متقدم بخمس أهداف لشيء نادي الزمالك. نتيجة غير متوقعة، واحد يقول يعني غير متوقعة، أقول له نسبة الأهداف، إنما الحدود أي فرقة ممكن تفوز على الثانية، إنما نسبة الأهداف هي مفاجأة هذا اليوم، وأيضا الأداء، أداء الحدود مفاجأة، وأداء الزمالك أيضا مفاجأة من ناحية عدم التمكن من مباراة لاعبي حرس الحدود على مدى المباراة بالكامل. جونيور، جونيور يعدي، جونيور الأباني، كل الحدود رجع على حدود منطقته، وطارق السيد وتتخطف على طول. ثلاث دقايق وقت بدل ضائع أشار عليها الحكم الرابع إبراهيم عبد الغني. بنلعب في الدقيقة الأولى منها، وادي هجمة، فسيوني، فسيوني، فسيوني وبكري، عمل ماتش خططي كويس أوي فسيوني النهارده، ساعد اللي جايين من الخلف للأمام كويس أوي، وسع لهم على الأجناب كويس. عيد ونجاح ومكي نجحوا إن هم يغزوا خط ظهر نادي الزمالك بقوة على مدى المباراة وعلى الأجناب أيضا. نجح أيضا الحدود في نص ملعب إن دفاعين يبقى أحسن، وثلاث دقايق وقت بدل ضائع، زي ما عرفش فيه محمد السيد بيشاور عليها. نلعب في الدقيقة الأولى منها، وبره الملعب أول ملي التماس لنادي الزمالك. أحمد بكري، إينو، لقاء الألمونيوم كان خادع كتير بالنسبة لنادي الزمالك، فاز بأقل مجهود، ولكن النهاردة الفرقة بتجري وبتلعب بناحية خططية كويس، وعندها ناحية هجومية كويسة وناحية دفاعية كويسة، فلقاء الألمونيوم كان خادع لنادي الزمالك من ناحية الخططية ومن ناحية الأداء. تتلعب الكورة نقلتين ثلاثة، تنزل الكرة لباسيوني، طبعا ما يصحش لعيب كبير وكنت بتلعب في نادي الزمالك، احترام شعور الخصم مطلوب في هذه الاونه. تتلعب الكرة بثقة واقتدار من لعيب الحدود، تلعب في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع، وتروح لعبد الحليم لطارق بيدور عليها، وتطلع كورة برا، ضربة ركنية، ضربة ركنية لنادي الزمالك،
نلعب في الدقيقة الثالثة الوقت بدل الضائع، والحدود متقدم بخمس أهداف للا شيء لنادي الزمالك. أحرز الأهداف عمرو الدالي ومحمد حليم في الشوط الأول، ثم مكي وأحمد عيد. بتلعب الكورة ويصفر محمد السيد لانتهاء الشوط الثاني والمباراة في مفاجأة كبيرة جدا. أهلا بكم مشاهدي القضايا المصرية من جديد عقب انتهاء أحداث هذه المباراة الغريبة من ناحية عدد الأهداف التي أحرزها فريق حرس الحدود. زي ما قال الكابتن محمود بكر، الأداء كان متوقع بالنسبة لكلا الفريقين، وهو أن المباراة تكون مفتوحة ويحاول كلا الفريقين إحراز الفوز، ولكن عدد الأهداف هو الغير متوقع. ألف مبروك فوز حرس الحدود على فريق الزمالك بخمسة أهداف دون مقابل، وهارد لك لفريق الزمالك وجماهيره وأيضا جهازه الفني. كابتن حمادة أمام ثلاثة أهداف في الشوط الثاني أضافهم حرس الحدود، وكان يستطيع أعتقد أن يضيف أكثر.